صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. لو سمحت عندكم حجز باسم عادل حجازي. حاضر، ثانية واحدة. طيب ممكن حضرتك تستنى دقيقة واحدة بس؟ هشوفوا لك حاجة. ده ياكل من البسكويت بتاعي بدون إذن. بجد قليل الذوق. طب أعمل إيه أنا دلوقتي معاه؟ أخبط علبة البسكويت في راسه وأمشي ولا أعمل إيه؟ أستاذ عادل حجازي؟ فندم؟ بندور على حضرتك. حاضر. سي. أوف، راجل بارد بصحيح. إيه ده؟ يا دي كسوف، أنا عملت إيه؟ أكلت بسكويت الراجل؟ لو سمحت، هو الأستاذ اللي كان هنا من شوية اللي هو طويل كده وبدقنه وشعره كيرلي كده، هو راح فين؟ أنهي أستاذ؟ كان معاه مجلة زي دي. أستاذ عادل حجازي. ده طلع قط يا فندم. طب ممكن تكلمه لي لو سمحت؟ حاضر. الو مستر عادل، في انسه هنا جيهان. في انسه جيهان هنا عايزه تكلم حضرتك. مين جيهان؟ طب اديها لي اكلمها. معاك يا فندم. الو اهلا وسهلا يا فندم. انتي بتاعت البسكوت. عجبك البسكوت؟ طب بالهنا والشفا. لا يا فندم، حصل خير. ماشي. بقول لك ايه، انا عايز تعويض عن نص علبة البسكوت بقى. تسمحي لي اعزمك على عشاء حلو النهارده؟ نعم، نتعشى سوا؟ لا على فكرة انت فهمتني غلط خالص. أنا لا بخرج ولا بتعشى مع حد ما أعرفوش، أنا بس متصلة علشان أعتذر وأوضح الموقف، وإذا كان على تمن علبة البسكوت أنا ممكن أبعتهولك. سلام. اتفضل. عادل، 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 تليفونك بيرن. الو. الو، صباح الخير، ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي، مش ده رقمه؟ اه ده رقمه. انت مين؟ انت المدام؟ صباحيه مباركه يا عروسه. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. ايه ده؟ صباح الفل على احلى عرض. ايه ده؟ الموبايل بيعمل ايه معاك؟ في واحده كلمتك اسمها هدى وعاوزاك تكلمها وبتقول ان انت زميلها في الشغل. مين هدى؟ انا ما عنديش زميله اسمها هدى على فكره. لا، واحده اتصلت دلوقتي وقالت لي انا هدى وعايزه استاذ عادل حجازي وصباحيه مباركه، فاكيد تبقى تعرفها ورقمها اهو. طب ماشي، كبري بقى، اكيد نمره غلط يعني. طب ما تكلمها تشوف مين دي. اكلمها ليه؟ انا اكلمها دلوقتي ولو الامر قاعدين. معلش كلمها، ما يجراش حاجه. ماشي. الموبايل مقفول. بقول لك ايه، انا مش هحاسب على الطقم ده، انا حاسبت على الطقم اللي فات، مش سيره هي. ماشي يا عم. ما تيجي نرزل على الواد عادل، زمانه صحي. تصدق فكره انت جاي كده في اي رزاله، يخرب بيت سنينك. طب رد على التليفون ده وافتح السبيكر. ارد ليه؟ معلش افتح السبيكر، رد. غريبه انت يا جيهان اهو. الو. الو، صباح الخير يا استاذ عادل. انا من اشد المعجبات بتوعك على فكره. انا مين؟ انا شوقية مسحان. خد خد، داليا شعباطه عايزه تصبح عليك. امسك يلا. صباح الفل. ايه يا عم بتقفش علينا كده ليه؟ اه انا وحبيبك شريف. قول له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعاده. شريف بيقول لك رفعت راسنا ولا كالعاده. بصوا يا جماعه، انا التهريج ده هزار بايخ يعني، اوكي؟ ده قفل يا قفل؟ ما يكون زعل يا عم. ازعل؟ تسكرت ولا ايه؟ اه. وانا ايه اللي قعدني مع ناس سكرانين بالشكل ده؟ وايه اللي هيروحنا دلوقتي؟ ايه؟ هزار بايخ من ناس بايخين وسكرانين. اتأكدتي بقى؟ سوري يا حبيبي، معلش حقك عليا. ما جراش حاجه، خلاص يا حبيبتي. حبيبتي ايه بقى؟ نفطر هنا ولا نفطر تحت؟ لا، اطلب لي شاي بلبن الاول، بعدين نبقى ننزل نفطر تحت. ماشي، شاي بلبن. شفتي الواد الحلو اللي انا جبته لك؟ ميرسي يا حبيبي. حلو؟ حلو قوي، جدا.